هي حاجه، ولكن ده مش معناه عدم الانتقاد، انتقد براحتك وقول اللي انت عايزه. معلش يا كابتن عشان نبقى برضو انتقد آه. ما احنا احنا بننتقد يا كابتن اسلام آه. لما قلنا في مواقف كتيره جدا اتكلمنا فيها، وانا اتكلمت فيها وعادي، ما لازم هنا في قناه النادي طبعا آه. وكلنا واخد بقى حياتك. فاللي اقصده يا كابتن اسلام احنا في اوقات بتلاقي حملات كده معينه. سر هذه الحمله ايه يا كابتن طيب من وجهه نظرك؟ سر هذه الحمله هو البطل دايما، الكبير دايما آه. الناقد بفضل الله اللي بيكسب، اللي في المقدمه، اللي كل لعيبه مصر بتحاول تبقى موجوده عنده آه. كله بيجري يتسابق. فالسوق النهارده خلي بالك يا كابتن اسلام دخل فيه ناس كتير جدا السوق، فبيحاول طبعا ان كل واحد عاوز يشد باله، فطبعا حمله كبيره إيه؟ جدا. وانا زعلان ان الاولاد الصغيرين الشباب اللي هم بيلعبوا اللي المفروض نجوم ومستقبل بيتكلموا كلام اصل انا اتعرض عليا، اصل انا اتقال، اصل انا ما كلام طبعا مضحك جدا ومش هو ده الكلام الصح اه. وانا المفروض الرياضه تعلمنا حاجات كتيره جدا يا كابتن، الروح الطيبه، الانسانيه، الاحترام، الوطنيه، الحب، حاجات كتيره جدا، مش آه. موضوع ثلاث نقاط وان انا اكسب بطوله بالشكل ده خالص، لا. والاهلي مش كده، فلا اقصده انا لعبت في النادي الاهلي وراجل بطلت في يوم من الايام، لكن انا ما لقيتش حاجه في النادي والخير غير والتوفيق والاحترام، واي حد بيعمل حاجه عشان المصلحه مش عشان اي حاجه. وعايز سنه الحياه ان احنا نبطل يا اسلام، والكابتن الغاوي ينقط يعني انت يا سيدي ممكن تبطل، عاوز تلعب كمل روح، فهي ما فيش مشاكل خالص آه. فالاهلي مدرسه من وجهه نظري انا، واذا كان بيحارب ده طبيعي جدا، لان الكبير دايما كده يعني. هل تصفيه الحسابات بيكون ليها دور؟ تصفيه الحسابات الشخصيه بيكون ليها دور في هذا؟ ما هو ده الواضح الايام دي آه. الواضح الايام دي ان في حاجات كتيره جدا تصفيه حسابات، في حاجات كتيره جدا جدا ممكن لشخص بقى يحارب شخص عند الكيان ده المفروض بالظبط. انا ما عنديش مشكله ان انا يكون عندي مشكله مع كابتن ربيع على فكره، صحيح. ممكن اقول الكابتن ربيع، لا طبعا يعني مش كابتن ربيع، اي اسم يعني، صحيح. انا مش صحيح، مش شايفك كويس، مش شايفك مدرب كويس مثلا يعني، وجهة كذا نظر. كذا لازم نحترمها، لكن في نفس الوقت ما اقدرش اتكلم عن النادي الاهلي بشكل او باخر، لانه ده اللي يعني اللي عشنا فيه وحياتنا كلها كانت فيه طبعا. حضرتك في اصول يا كابتن اسلام وفي احترام، عمرنا عمر ما النادي الاهلي ربى شخص وقعد فيه واكل عيش وملح وبطولات وفتره كبيره جدا يخرج يتكلم بالشكل ده ابدا خالص آه. لا لا مفيش كده، حضرتك مش سعيد بالشكل. لا طبعا آه. باللي انا بشوفه ده انا والله يعني ما كنتش عارف ان جاي النهارده خلي بالك آه. يعني ولكن الفتره اللي فاتت دي كلها كابتن اسلام الاوضاع مش حلوه، الاوضاع كده تحس ان فيها تصرفات، يمكن الفراغ يا كابتن يخليك مش عارف تقول ايه يعني بعض يعني انا حتى لما اجي اتكلم بعض البرامج شايفه ان انت زي ما حضرتك قلت بالظبط تقريبا، ولكن هي يمكن من الناحيه الاعلاميه بشكل اخر، ان بعض البرامج بتشوف ان انا مين اللي هتكلم عنه هلاقي الناس كلها بتبص لي النادي الاهلي البطل الكبير، فهقوم جاي مخبط في الاهلي، ممكن يكون الفراغ. وانا بعمل برنامج يعني انا عاوز برنامج عشان ادور مصلحه آه. عشان اخلي النادي في المقدمه، عشان يبقى فيه ايجابيات كويسه قوي، عشان انظم وابص لقدام. انما كمان الصوره يا كابتن اسلام واللي زعلتني ان في غل في الكلام، ما ينفعش نطلع في برنامج النهارده ونسب المشاهدين كتار جدا وبنقول وطنيه بنقول منتخبات وفي غل، ما ينفعش حاجات كتيره جدا زعلتني تصرفات. وبعدين انت بتتكلم على ماضي، انت مالك ومال الماضي يعني، اتكلم في اللي جاي، ده حاجات كده ده يعني حاجات انا فوجئت فيها يعني مش مبسوط والله خالص وتصرفات مش ممكن تبقى موجوده بالشكل ده آه. فالقدر يمكن جابني النهارده عشان اتكلم اقول ان انا نفسي مش هي دي الرياضه، مش هي دي البرامج، مش هو ده اللي مطلوب في الايام دي، مش ده احنا في 2020 يا جماعه آه. في حياتك. فاللي اقصده ان السلوكيات مهمه والاخلاقيات والتصرفات، وفي نفس الوقت احنا عاوزين رياضه حقيقيه وعاوزين كرة قدم وعاوزين منتخبات وعاوزين يعني ما ترجع ان شاء الله اه انتخابات يا كابتن اسلام. فاللي اقصده الناس تبص لنفسها، الناس تخطط، الناس تنظم، الناس تشتغل. النادي الاهلي بفضل الله بقى النادي الاهلي عشان الناس بتشتغل آه. والله عشان الناس بتشتغل والله فعلا. النادي الاهلي عمره ما رضي باي حاجه تجيله مش متاحته، ممكن القدر في امر الله اخطاء وارده في اي حاجه مش مسؤول عن النادي الاهلي خالص، انما النادي الاهلي عمره ما بص البطوله مش بتاعته ولا مكسب مش بتاعه ولا اي لعيب اي لعيب بيخش النادي الاهلي. برضه فوجئت بكلام اصل بيعرضوا اصل بيقولوا لي اصل حاجات برضو ما افتكرش كل اللي بيمثلوا النادي الاهلي من ساعه ما اتولدت لحد دلوقتي ناس على
قدر كبير جدا من الاحترام والمسؤوليه والادب والتصرفات. دي حقيقه والامانه. ما فيش النهارده باخدك عشان تمدح عشان اقول لك اصل لا، في خيارات. احنا اتعلمنا المدرسه الكبيره كابتن صالح سليم الله يرحمه ان يعني مواقفه واضحه واحنا اتعلمنا منها. طبعا سياده الفريق مرتجي، كابتن عبد الصالح الوحش، ناس طبعا كبيره اتعلمنا منها، كابتن حسن حمدي، كابتن الخطيب، كابتن مهندس محمود طاهر، ناس متواصله كلها بتشتغل ومحافظه على الكيان لاسم النادي الاهلي، خد بالك. فتعلمنا من الادارات دي ان تعالى واشتغل واهلا وسهلا بيك. وحتى اللي بيدخل النادي الاهلي وبيخرج يسولك انا دخلت النادي الاهلي حسيت ان انا قضي لي فتره كبيره جدا وفي نفس الوقت يعني بيقضي فتره ممتعه وفتره كويسه. وبص بيبقى نجم يعني بيبقى نجم كبير جدا. فاللي اقصده ان حاجات طبعا تزعل يا اسلام ومفروض ما تبقاش موجوده، والرياضه مش كده خالص 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 يعني. كابتن ربيع، خلال هذه الفتره تجديد للرباعي الكبار في النادي الاهلي شريف اكرامي وحسام عاشور واحمد فتحي ووليد سليمان، ايه رايك في اللي حصل خلال هذه الفتره؟ التجديد لوليد سليمان ثم الموافقه على ان تبقى اخر موسم لشريف اكرامي وعرض غير مسبوق لحسام عاشور بثلاث اختيارات، ماتش اعتزال وكذا وكذا، في ظل عدم وجود مباراه اعتزال. النادي الاهلي قرر اعتقد في 2000 2001 ان مش هيعمل مباراه اعتزال لحد. ثم احمد فتحي وقراره بان هو يخرج بره النادي الاهلي وتوجيه لجنه الشكر ولجنه التخطيط تمنت التوفيق لكابتن احمد فتحي. شريف اكرامي كان واضح خلاص شريف عاوز يلعب، صعب يلعب في الظروف دي، خرج خلاص قال لهم انا عاوز العب وخرج يلعب بكل احترام خرج وما اتكلمش كلمه وشكرا وتمام التمام خلاص. وكان صريح الجهاز الفني، هو الجهاز الفني بيدور على المصلحه يا كابتن اسلام. الجهاز الفني ما عندوش مصلحه غير انه يدور على النتائج، على الفرق اللي قادر مش قادر، عندي عدد كبير جدا من اللعيبه، مين اللي هيمشي معايا بطرق الفنيه اللي انا عاوزها. فشريف اكرامي كان واضح ما فيش مشاكل فيه خالص، شريف فرصه برضه صعبه جدا وشريف كان واضح قال لك انا عاوز العب خلاص قادر ان انا العب، خرج خلاص والناس النادي يوفر منتهى الاحترام وزي ما فيش مشكله في شريف خالص. حسام عاشور يعني انا من وجهه نظري ان هو يعتذر في النادي الاهلي. حسام انا بحبه جدا واقدره وكابتن كبير جدا وتاريخ في النادي الاهلي. خلاص الجانب الفني الجهاز الفني شايف ان حسام عاشور مش هيقدر يبقى موجود كاساسي او فبيحافظ على تاريخه، مش ممكن يبقى قاعد، كان ممكن النادي الاهلي يجدد له سنه خلي بالك بس يقعد بره. لكن هل حسام عاشور هيرضى ان هو يقعد بره؟ واه ما افتكرش. فحسام انا كاخ ليه كبير ولاعب سابق بقول له النادي الاهلي قيمه كبيره جدا. خلي بالك اتعرض عليا كتير جدا يا كابتن اسلام ان انا العب بعد النادي الاهلي صعب، والناس اللي موجوده خلي بالك عرضت عليها موجوده لحد دلوقتي، منهم اكرامي كان بيمرن في السعوديه اتصل بيا قلت له انا بعد النادي الاهلي اروح العب؟ صعب جدا يا اسلام. فالمدرسه الكبيره اللي انا ربيت فيها وقعدت فيها واشتغلت فيها صعب جدا اخش. فده حسام عاشور، فده نصيحتك لحسام عاشور ان هو اقبل بقرار النادي الاهلي. يقبل طبعا، انا قلت كده وبصرحت قلت كده لان حسام قيمه كبيره جدا. وبعدين بعد ال 37 بطوله ولا بعد مش عارف البطولات دي كلها حسام هتروح فين يعني؟ والحمد لله ان خاصه النادي عارض عليك بفضل الله تعالى ان انت موجود وموجود في خبالك كجهاز فني، موجود اداري، موجود قناه، موجود وشريك واللي انت عاوزه كله، وانت ابن النادي. ده وجهه نظري انا بالنسبه لحسام ان يعتزل في النادي الاهلي. بنيجي بقى من احمد فتحي وليد سليمان. وليد خلاص جدد مفيش مشكله، الجهاز الفني شاف ان وليد سليمان وجوده مهم جدا في اوقات معينه. انا جددت سنتين قعد وليد سليمان ما عنديش مشاكل خالص. وليد والراجل رحب اهلا وسهلا شكرا مضى سلام عليكم خلاص، وليد مفيش مشكله فيه خالص. لا خالص خد بالك، واحنا شايفين ان وليد فضله اضافه